أعزائي العرب والناطقين باللغة العربية في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل ويقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله، عالم وعلوم الأرواح للعالم الفرنسي ألان كاردان. النهاردة هنكمل في كتاب القوة الخفية وراء حيواتك الماضية. الكتاب ده من تأليف ساندرا هان تايلر ومن ترجمة الدكتورة نبيلة الفقيه. إن شاء الله نعمل معاها حلقة قريب لما ترجع الولايات المتحدة، وهي ترجمة كذا كتاب وخاصة للذاكرة الأزلية ورحلة الأرواح. الكتاب ده برضو كتاب ممتاز للدكتور مايكل نيوتن، والكل بيبتدي يشرح لنا بتفاصيل أشياء كتيرة. معلش النهاردة أنا عندي مشكلة برد، فاستحملوني شوية. النهاردة هنشوف الموضوع بتاعنا عن العمل، عن المواهب، الطموحات والحاجات دي. وأحيانا الإنسان بيأتي بيبقى عنده في دماغه أنا عايز أكون مدرس، أنا عايز أكون طيار، عايز أكون طبيب وهكذا. ليه الدوافع دي عند الأطفال بالذات بتأتي وبتخلي الإنسان يختار وظيفة معينة؟ أيضا الإحباط في مواجهة المهمة دي، إيه اللي بيكون وراه؟ هي هتجيب لنا مثال واضح جدا لإنسانة كانت برضو في حياة ماضية في حرفة معينة، جات في الحياة دي حست إن هي عايزة تمارس الحرفة دي، أبوها ضغط عليها عشان تنجح وفشل فشل ورا فشل. الطموحات بتاعتها بقت لحد ما عملت التحليل وابتدت تكتشف ليه عندها الفشل وفي اختيار الحرفة اللي هي بتحبها واللي هي عايزة تنجح فيها وهكذا يعني. فاحنا بنشوف أحيانا بنلاقي نفسنا غير موفقين في الحرفة اللي احنا اخترناها، في المهنة اللي احنا اخترناها. ليه لازم يكون في شيء؟ ونلاحظ الناس اللي حوالينا، لأن احنا ما بنجيش لوحدنا، احنا بنيجي مجموعات روحية. والمرة الجاية هنتكلم عن حتى الأصدقاء، أولاد العم، أولاد الخال والحاجات دي. احنا بنيجي مجموعة روحية مع بعض، بأننا علاقات، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى والعدل يعني ممكن بيأتي بالأعداء ويتولدوا. يعني مثلا تلاقي اتنين أعداء، واحد منهم يأتي الأم اللي هو كان الظالم مثلا يأتي كأم، والآخر يتولد كابن أو كابنة، ويبتدي في المشاكل دي بحسب ليه ما بحبش أمي، ليه هي ما بتحبش ابنها أو بنتها. بيبقى في مشاكل بين في العائلة كده، زي حاسة إن مش أمي دي، أو هي مش حاسة إن ده ابنها أو بنتها. وبيبقى في نوع من العداء كده مش عارفين أنا أسبابه، لكن لما يجوا يعملوا تحليل روحاني ويتذكروا فترة وجودهم بالحياة السابقة يعرفوا ليه هم جم مع بعض، عشان يحاولوا عن طريق علاقة الأمومة دي ممكن تخلصهم من المشاكل اللي بقالها إيه يمكن آلاف السنين مع بعض يأتوا كأعداء أعداء أعداء. فيمكن ربنا بيديلهم الفرصة دي يتولدوا في نفس العيلة كإخوة، أو يتولدوا كأب وأبنائه، أو كأم وأبنائها، علشان يمكن في المحاولات العلاقات الحميمة دي إن يكسروا الكرمات اللي كونوها على مر سنوات طويلة. فيلا بينا نشوف مع بعض في الكتاب ونشرح عن موضوع العمل ده وإزاي الناس بتختار الوظيفة. قبل ما نبدأ أرجو منكم اللي ما عملش لايك يعمل لايك، وللأسف اليوتيوب بيشيل الديسكريبشن بتاع الناس في غلطة، مش هم بهدف يعني ولا حاجة، في خطأ في السوفت وير. فحاول تشوف لو أنت ما زلت مشترك وتعمل اللايك عشان دايما يجي لك الفيديو، وإلا مش هيجي لك. تفعل الجرس والحاجات دي. آسف لازم أقول الكلام ده علشان ايه الانسان يتنبه يعني ويبتدي يستفيد من البرنامج. فليه يقول لك طب فلان اختفى ليه؟ انا ساعات عندي قنوات انا بشوفها يعني
وبلاقيهم اختفوا. اختفوا ليه؟ بفضل ادور عليهم يعني. ليه اختفوا؟ لان انا ما بعملش لايك، ما شفتش الاشتراك بتاعي وهكذا. اوكي، نشوف بقى مع بعض الكتاب القوة الخفية وراء حيواتك الماضية. والنهاردة هنتكلم من اللي هم من أنت ومن هم، ونشوف العمل والمواهب والاهتمامات والطموحات، ونشوف بقى مين أنت ومين هم، مين الناس اللي جنبك دول اللي بيخلوك ساعات تدخل في إحباط، أو بيدفعوك دفع قاطع، أو بيخلوك تحقق فشل ولا آخر. فلما بتفهم الموضوع ده، يمكن تقدر حتى بدون تحليل نفسي تقدر تحاول انت تفهم ايه وضعك، وتحاول انت نفسك تصلح الموضوع بذكاء. يعني العمل والمواهب والاهتمامات والطموحات، ما تفعله لكسب العيش مهم، وكذلك اهتماماتك بهواياتك. إذا كان ما تفعله تكرارا أو بشكل يومي مؤثرا في حياتك، فمن المحتمل أنه تم اقتراحه في حياة سابقة. ما يستهلك وقتك ويستحوذ على اهتمامك ويثير شغفك قد يكون جزءا عميقا ورابطا من رمزك الكارما، من رمزك الكارمي في أغلب الأحيان. فكر في مواهبك، هل سمت رياضة أو أداة موسيقية أو لعبة أو لغة معينة تكتسبها بشكل طبيعي؟ تظهر ميول حيوانات ماضية بوضوح عند ظهور موهبة أو شغف في سن مبكر. عس ويل ويلفغانج أماديوس موزارت، موزارت المشهور بموزارت، على البيانو وبدأ في تأليف الموسيقى. أول سيمفونية عملها هو عنده 5 سنين. بالك شو موزارت، السيمفونية معقدة جدا جدا يعني. فبنشوف طفل عنده 5 سنين مش مجرد يعزف البيانو، ده عزف البيانو وألف سيمفونية. فدي حاجة طبعا لا يمكن تأتي من الحياة الحالية، لأنه لسه ما عندوش لا القدرة. البيانو معقد جدا، بياخد سنين عشان تتعلمه، لكن هو نزل وعارف يعزف يعني. خد بالك ايضا احنا شفنا في كتاب الذاكره الازليه، لما شفنا احد العمال البناء يعني، وكان مولع بموسيقى الجاز، لحد ما اكتشف ان هو كان في حياته الماضيه كان عازف بزنجي للجاز في نيو اورليانز. وبالصدفه هم استدعوه في نيو اورليانز عشان يشتغل يعني، يبني بعد إعصار كاترين، احنا شوفنا دي مع بعض. وذهب إلى هناك وابتدى يشوف، طبعا هناك الجاز منتشر جدا في نيو أورلينز، فابتدى يروح ويشتغل في أحد الفرق الموسيقية ويعزف الساكسفون، ولقى نفسه بيعزف لوحده يعني، حتى عارف الموسيقى وعارف الموسيقى القديمة وعارف الآلة، بدون بتذكر كده بطريقة غريبة، وابتدى يعزف بقدرات رهيبة جدا بدون ما حد يقعد يعلمه، ودو ري مي فا سول والحاجات دي. ده يعني يأتي الكلام ده من حيوات سابقة يعني. فتخيل موزارت 5 سنوات فقط، معلش استأذنكم يعني، 5 سنوات فقط وابتدى يألف سيمفونية. أوكي، عندما يبدي أحدهم موهبة كبيرة في وقت مبكر جدا، فمن المحتمل أن يكون هذا الشخص قد مارس هذا النشاط خلال عدة حيوات. من أنت ومن هم، الفصل الخامس. خلال عدة حيوات ماضية، علينا ألا ننسى إلهام الروح. تتلقى روحنا حين تبدع توجيهات محبة من أصدقاء غير مرئيين من عالم الطاقة. طبعا لاحظ الناس الشعراء والكتاب وكده، أحيان يعني كتير بيجي لهم إلهام. الإلهام ده الأفكار دي بتجي لهم من أصدقاء في عالم الأرواح، يمكن أصدقائهم يبتدي يدوا له أفكار، فبتطلع أشياء يعني. يقول لك الجن الشعر أو كده، أو جنون الشعر زي ما بيقولوا، وبتطلع أشياء هو نفسه مش عارف إن هو اللي بيكتبها يعني، بتجيله الإلهامات دي.
قد تكون المهن والاهتمامات والهوايات مترابطة مع بعضها البعض عبر تجارب حيوية سابقة. إن كانت هواياتك جمع طوابع بريدية، فمن الممكن إنك كنت موظفا في مكتب بريد في الماضي. إن كنت تعمل حاليا في هندسة المناظر الطبيعية، فقد تكون أحببت البستنة في حيوية سابقة. وإن كنت رساما في وجود سابق، فقد يكون لديك رغبة حاليا متجذرة بالرسم أو النحت. يشير الطوق لمهنة معينة إلى رغبة غير منجذة في حياة ماضية، أكثر من كونها تجربة نجاح مشفرة كانت مريضة. هنا بقى هتورينا إن ممكن حكاية إنك بتتوق لمهنة معينة. إحنا إيه؟ إحنا هنا يعني في لسه في الشمس طالعة يعني، فمعكوس عليا من الشباك يعني. آسف. هنا تبتدي تشرح بقى، مش مشكلة إنك تكون جاي بالمواهب دي من خبرات موجبة في الحيوات الماضية. يعني أنت كنت عازف مشهور ومش عارف إيه، واتولدت من تاني فبتعزف فبتبقى مشهور من جديد وهكذا. لكن ممكن تكون نتيجة إحباط، إنك بتكون بتحاول تتعلم آلة معينة، بتحاول تنجح في مجال معين وتفشل فيه. هتلاقي نفسك بترجع وعايز تحاول من جديد، عايز تنجح من جديد، وبتلاقي نفسك ممكن بتقع في خيبات أمل كتيرة، فبيجي لك الإحباط. يعني مش شرط إنك تكون شخص ناجح في الماضي وجاي بالخبرات دي زي موزارت وبيبقى ناجح في النوع ده. والنوع التاني إن ممكن يكون نتيجة إحباط في حياة سابقة، في حرفة معينة أنت كنت عايز تزولها وحصل الإحباط، فأنت بتأتي إيه وبتحاول مرة أخرى يعني. وهي هتشرح بقى دلوقتي لأخت اسمها سارة عملت معاها إيه تحليل نفسي علشان تشوف إيه سبب الفشل اللي في حياتها الحالية. فنقرأ مع بعض. يشير الطوق لمهنة معينة إلى رغبة غير منجزة في حياة ماضية، أكثر من كونها تجربة نجاح مشفرة. كانت مريضتي سارة تتوق للتمثيل. خضعت لعدد من تجارب الأداء وحصلت على أدوار صغيرة، ولكنها لم تحظى بالنجاح الذي كانت تطمح إليه. منعها هوسها من إنجاز أي شيء، آخر ما سبب لها تعاسة كبيرة. فقدت توازنها وتوجهاتها الشخصية، وربطت سعادتها بوصولها إلى هذا الهدف فقط. يعني شوف، رغم كل الفشل فشل فشل، لكن هي قالت إيه؟ لازم أنجح لازم أنجح لازم أنجح. وكل مرة ما فيش، يقول لك ما عنديش حظ، زي ما بقول ما هوش حظ ده. شوف إيه الإيه النتيجة إيه بالظبط، هتبتدي تفهم إيه موضوع الحظ ده. عندما استشارتني لمعرفة ما يعيق طاقتها، أعلمتها بأهم قوانين الكون، وهو قانون النوايا المتناقضة. قانون النوايا المتناقضة يكشف هذا العنصر المهم من الطاقة الشخصية، إنه كلما جهدنا لتحقيق أهدافنا، كلما دفعتنا طاقتنا المعوزة في الاتجاه المعاكس خالقة عكس ما نريد. التناقض في نوايانا. إذا أرادت سارة كسر قيد هذا القانون والنجاح في التمثيل أو في أي مجال آخر، فعليها أن تتخلى عن يأسها. فتلاقي في ناس يقول لك أنا عايز أنجح، عايز مش عارف إيه، وأنا هحاول وهروح وهاجي، لكن في قلبه في نفسه بيقول أنا مش هنجح، أنا ما عنديش المقدرة، أنا مش هقدر. يبقى عنده إيه التناقض ده. فلما بيرسل التناقض إلى الكون، الإيجابي والسلبي، الإيجابي مع السلبي يجيب سلبي، ولذلك تلاقيه دايما هيخش في إحباط وهيخش في فشل عبر الآخر. فهي حاولت تفهمها القانون الكوني ده، واخد بالك؟ حاولت القانون اللي اسمه
النوايا المتناقضة، يعني أنت بتبقى عندك نية وعكسها في نفس الوقت، عايز تنجح بس إيه، بس بتقول مش هنجح مش عارف إيه، فالموضوع ما بيشتغلش. عايز ترسل، ارسل طاقة موجبة، يكون عندك ثقة بنفسك وهكذا، فتقدر تنجح، غير كده مش هيحصل يعني. إذا أرادت سارة كسر قيد هذا القانون والنجاح في التمثيل أو في أي مجال آخر، فعليها تتخلى عن اليأس، لأن هي يأسة، يأسها. عملنا على مشكلات سارة الحالية كالاستحقاق وتقدير الذات، وهما مشكلتان عانت منهما طوال حياتها. لم تدرك أن الدافع الأهم لأن تصبح ممثلة هو إثبات قيمتها لنفسها ولوالديها. كانت هذه المسألة مهمة، ولكننا لم نتوقف عندها، أعدتها إلى حياة ماضية لمعرفة ما إذا كانت هذه الحاجة الملحة قد نشأت من وقت سابق. نشوف لما راجعت الحياة وبعدين نعلق على الحالة. وجدنا إن سارة كانت في حياتها الماضية ممثلا يدعى روبرت. كانت ممثلا مسرحيا وسيما، عاش في مرحلة ما قبل السينما وسعى للنجاح في برودواي، غير أنه عمله اقتصر على الأدوار الصغيرة مع الشركات الجوالة، ولذا كان دائم التجول ولم يوفق ماليا. كانت محبوبته لسوء الحظ ممثلة مشهورة انغرمت به لوسامته، لكنها أرادته غنيا وحاضرا معها. أنذرته بأنها ستتركه ما لم يحقق نجاحا في برودواي ضمن فترة زمنية محددة. شعرت سارة أثناء الرجوع إلى الحياة الماضية بالحاجة الملحة للنجاح، رأت إنها ذاك الرجل الشاب حاملا الحقائب وثياب التمثيل ومسافرا من مدينة إلى أخرى على متن القطارات القديمة. سمعت هدير المحرك وقعقعة السكك الحديدية تحتها. شعرت طوال الوقت باضطراب ذاك الرجل روبرت وقلقه حول ما يمكن أن يفعله لأجل النجاح، وخوفه الدائم من أن تغرم محبوبته برجل آخر. عرفت بعد الخوض في تلك الحياة أن محبوبة روبرت تركته، ما جعل مستقبله مليئا بالعزلة والإحباط. تشفر جراء ذلك شعور بالخيبة والرفض في وعي سارة الأبدي. تأثر احترامها لذاتها في ذاك الوقت وما زال يصاحبها حاليا، غير أنه كان هناك ترابط أكثر تعقيدا ما بين تلك الحياة التحيسة وهذه الحياة. وجدت سارة أيضا أن المحبوبة الناجحة في تلك الحياة رجعت في جسد أبيها الدائم الحكم عليها في هذه الحياة، ورغم أنه لم يركز على مهنة التمثيل تحديدا، لكنه كرر الفكرة بأنها تحتاج للنجاح من أجل اكتساب محبته ورضاه وإعادة تثبيتها. فتخيل المنظر، بعدين نكمل الحكاية دي. فتخيل المنظر، السارة دي إنسانة وهي بتتخيل إن هي بتحب التمثيل وعايزة، يعني هي دي الحرفة اللي أنا عايزاها، وبتحاول كل وقتها بتستثمره، بتستثمر في كورسات وهكذا، وجرت ورا الإيه الفرق وهكذا، وحاولت، لكنها خدت أدوار صغيرة وشافت والدها دايماً بيطلب منها لا لازم تنجح، انت فاشله، عارفين الرجاله لما بتيجي تتكلم بهذا الشكل. اكتشفت بقى ان دي هي كانت حبيبه روبرت، اللي هو ابوها ده كان حبيبه روبرت في الماضي، والنهارده جه في شكل والدها وبيطلب منها بنفس الشكل، بنفس لو ما نجحتيش انا هسيبك، هتخلى عنك ومش عارف ايه، وفعلا اتخلى عنها في الماضي كحبيب يعني، فاتولدت بالعقد دي كلها. النهارده بقى ابتدت تفهم الموضوع، ولازم تواجه الأب ده، لأن الأب ده هو شخص، احنا كلنا أشخاص، يعني حتى كان في كتاب أولادك ليسوا أولادك، كلنا أشخاص منفردة
ممكن نيجوا مع بعض في تبادل أدوار مختلفة زي ما أنت شايف كده، حبيبتها في الماضي أو حبيبة الروبرت ده في الماضي كشخصية جاءت في شخصية الأب يعني، واخد بالك، اللي سبب لها كل الفشل ده، وبالتالي كان الجزء ده في شخصيته والجزء ده في شخصيتها هي بتحاول تثبت النجاح له ولنفسها، وفقدت بقى احترام نفسها وبقى عندها يأس وعندها إحباط وده بياخدها من فشل لفشل يعني، واخد بالك، لحد ما هي بتبتدي تفهم اللعبة وتبتدي تخرج منها، لأن دي لعبة غير جيدة يعني. نكمل. اتضح لسارة أن درسها الروحي وتوجيهها الكرمي هو أن تصل إلى فهم حقيقي وأعمق لقيمتها الذاتية. حان الوقت لكسر ذلك القيد. احتاجت سارة لتحرير كل من الطاقة العاطفية والتشفير الخاطئ لكل قيمتها. دايما هي بتحس إن هي قليلة القيمة يعني. كان عليها معرفة حقيقة قيمة ذاتها الأبدية وإعادة تحديد نفسها بالنسبة إلى هويتها الأبدية وليس إلى مهنتها. لازم نرجع إحنا بقى إيه لحقيقتنا، للجوهر بتاعنا. الجوهر بتاعها مش مجرد فشل في موضوعين ثلاثة أو إحباط أو حاجة زي كده، هي أكبر من كده، كلنا أكبر من كده، كلنا بنستحق أكثر من كده، زي ما تكون ايه قطعة من الألماس وعليها غبار وكده. فالإنسان بيعرف أصله، مش مجرد يقول لك ايه في غبار في غبار في غبار، لأنه لا يرى الجوهر. لما ترى الجوهرة دي هتلاقي نفسك شخص آخر يعني. استخدمت تقنيات التوكيد والتحرر الموصوف في الفصل الثامن في هذا الكتاب. حتى التقنيات دي موجودة على قنوات كتير، الإنسان بيأكد وبتاع ويبتدي يحرر نفسه ويتحرر والحاجات دي، وهي هتأتي هنكلمنا في الفصل الثامن من هذا الكتاب. وعملت على تغيير معتقداتها الحالية. أدهشها اكتشاف عدم رغبتها بالتمثيل بعد فترة من علاجها هذا. شوف، اكتشفت إن التمثيل ده مش بتاعها يعني، مش عايزاه ده، ولازم تبحث على مجال آخر تكون بتحبه، لكن بتعمل عملية التمثيل ده في الحياة الماضية علشان إيه حبيبة روبرت دي، والنهاردة بتعمل عشان أبوها نفس الشخص يعني، واخد بالك؟ يعني عايزة تثبت لنفس الشخص إن هي جديرة، إن هي تقدر، إن هي هتنجح في هذا المجال، وهذا المجال اللي هي نفسها مش حباه من الداخل يعني. أدهشها اكتشاف عدم رغبتها بالتمثيل بعد فترة من علاجها هذا. دخلت في مجال التعليم وهي مهنة أحبتها حقا. تابعت سارة درس روحها الذي فتح عقلها وحياتها على السلام النابع من رمي اليأس وممارسة التكريم الحقيقي للذات. ابتدت بقى تقدر نفسها، ابتدت تعرف إن هي هذه الجوهرة الثمينة وليست مجموعة الفشل اللي أبوها أو حالها، إن أنت فاشلة، أنت مش نافعة، أنت مش هتنجحي في حاجة. وابتدت تنجح بقى بشكل كبير، ابتدت تقيم ذاتها، تحترم نفسها وهكذا، وأكيد ابتدت تتكلم مع أبوها يعني، تقول له أنا شفت كذا كذا، ما أعرفش بقى هيقتنع ولا لا يعني. سوف تكتشف معلومات مثيرة للاهتمام عندما تبدأ بالتحقيق في التاريخ المجهول لمهنتك ولشغفك ولهواياتك. هنا بقى بتكلمك انت، بتكلمني انا. تمعن، مكتوبة تونة، تمعن النظر في تجاربك ضمن هذه المجالات. هل تعاني من الإحباط؟ هل تتوق إلى شيء مختلف؟ قد يكون هذا المسار المقدر لك، كما حصل لجيمس في حالة سابقة يعني، أو تحمل رغبة مضللة من تجربة حياة ماضية. الرغبة دي رغبة مضللة، بتختار الوظيفة الخطأ من ضلال الحياة السابقة كما حصل لسارة. تتضمن درسا مهما لك
وحيديه قيمه يمكن التركيز عمليه الرجوع الى الماضي على هذه المساله او على اي مساله اخرى قد تتفاجأ بما تكتشفه. المرة الجاية هنحاول أسجل دي بكرة بكتير ونعرضها بعد بكرة، يعني من أنت ومن هم؟ مين هم أصدقائك، قرايبك، الناس اللي بييجوا معانا بنحبهم أو بنكرههم، عندنا مشاكل معاهم، الجيران بتوعنا، هل دول بييجوا صدفة ولا دول إيه؟ مجموعة مسرحية احنا كنا متواجدين معاهم قبل كده. ليه احنا بنشوف شخص كده بيحصل ايه حب من اول نظرة كده، او بنشوف شخص اخر بنبتعد منه بدون ما يكون ليه سابق معرفة؟ يعني في ناس احنا بنقعد معاهم نقول يا ده انا زي ما اكون اعرفك بقالي 100 سنة يعني، وفي ناس بنقعد معاه مرة واثنين وثلاثة ومش عايزين نكرر القعدة دي، بنحس كده بغربة بإن شخص غريب، واخد بالك؟ ممكن هو يكون ليه أصدقائه وإنت ليك أصدقائك، لكن في النهاية مفيش الإيه التقابل ده، مفيش القبول بينكم يعني، واخد بالك؟ فكل عملية المهنة دي والحرفة واختيار الحرفة ممكن جدا جدا أو عادة بتبقى مبنية على حيوات سابقة، أو ممكن أنت تقرر بعد مثلا عايز خبرة مختلفة جدا فبتطلب إن أنت تنسى وعايز تيجي تجرب حرفة مختلفة جدا جدا عن متخيل أنت قعدت لسنوات لحيوات كتيرة مدرس جامعي ووسط الكتب ووسط الهلومة دي، وتقول أنا عايز أرتاح، عايز أشتغل مثلا نجار، عايز حاجة ما أقعدش أفكر فيها كتير يعني. مزارع، صاحب مزرعة، راعي غنم، أنا عايز حاجة سهلة، مش عايز أقعد أفكر وأدرس وأعمل دكتوراه ومش عارف إيه، لأن كل ده ملوش لازمة، في النهاية هنموت يعني. فساعات يقول لك إيه والنبي إديني أجازة كده، فساعات في ناس بتيجي تغير الحرفة تماما علشان يقدر إيه ياخد عملية استرخاء، لكن مفيش فايدة طالما ان هو عنده الخبرات القوية دي والذكاء والإدراك، بتلاقيه حتى في الحرفة البسيطة دي ابتدى يبني منها صرح كبير جدا، تلاقيه مزارع بسيط وابتدى يزرع ويدرس التكنولوجيا ومش عارف يزرع ايه ويعمل ايه وحاجات غريبة، وتلاقيه راجل ناجح جدا بدون ما يروح المدرسة. يعني ايه اللي حصل ما تعرفش، لانه هو شخص كبير يعني، شخص دارس وجامعة ومش عارف ايه، يقرر الاسترخاء لكن تلاقيه تصرفه تصرف شخص حكيم جدا، وتلاقيه بينجح جدا في دوره وبيقدر يسيطر على الناس ويقدر يرشد ويقدر ينظم مجموعة، عنده عملية الإدارة دي في دمه يعني. لكن بتلاقي أخوه جنب منه فلاح بسيط جدا ما عندوش فهم، مش عارف يبيع البضاعة، بيبيعها بخسارة، مش عارف يزرع جيد، مش فاهم ليه الآفات بتيجي، ما بيدرس، ما بيشوفش فين، بتلاقيه قاعد كده فلاح عادي، واخد بالك؟ لكن في الناس اللي بتيجي حتى في جسد الفلاح ده وتلاقيه لدرجة ثقافته الماضية بيبتدي ينجح بطريقة غريبة جدا. يا ريت احنا نحاول نفكر في المواضيع دي، لان من ملاحظتنا للناس اللي موجودين في نفس المكان حتى في نفس العيلة، زي ما بقولك حتى لو اتنين فلاحين موجودين اتولدوا من نفس الاب من نفس الام عندهم نفس الارض، وتلاقي واحد متفوق جدا وعمال يخترع وعمال يعمل وعمال يدرس وعمال يكون ثروة وكده، والتاني ما عندوش مخ يعني، بتلاقيه ضعيف جدا مش قادر يعمل حاجة. طب ليه؟ ليه؟ طالما ان لهم نفس الاب نفس الام نفس البيئة نفس الارض نفس المدرسة نفس كل شيء يعني، واخد بالك؟ ليه؟ لان كل واحد جاي من منطلق مختلف، مش مجرد دي ان ايه الاب والام، مش مجرد الاب عقله كذا او الام عقلها كذا فبيورث العقل ده، ده خبرات ماضية
واختلاف في نقطة الانطلاق. يعني ممكن واحد يجي شخص متقدم جدا في الماضي فبيأتي فبيطور نفسه، وممكن واحد يجي هو إنسان بسيط أساسا يعني، فبيأتي في هذه الحياة مجرد خبرة، لسه هيتعلم، محتاج كمان 20 حياة عشان يبقى زي أخوه يعني، واخد بالك؟ ولذلك توجد الإيه الاختلافات الكبيرة دي بين البشر، خاصة حتى بين القرايب، بين الناس اللي بتشتغل مع بعض، بين الذكاء غير الذكاء، بتلاقي نفس الاثنين زي ما بقول لك، نفس الدي ان ايه، نفس الاب، نفس الام، نفس البيئة الاجتماعية، نفس الحب، نفس اللبس، كل شيء زي بعض يعني. بيجي يخش المدرسة تلاقي واحد منهم متفوق جدا جدا، بيفهم الحساب بسهولة، الهندسة، الجبر، المعادلات الكيميائية، واخوه بيهرب من المدرسة مش عايز يشوف ايه، ليه؟ عقله بسيط، رغم ايه الاتنين على مستوى الجينات زي بعض، على مستوى الجينات، على مستوى الميراث، الشفرات الجينية زي بعض، لكن الروح اللي تقود هنا بقى الفرق ايه؟ لا، العلم مش قادر يشوف الحتة دي. الروح اللي جاية بتقود الجسد ده رغم تماثل الدي ان ايه بتظهر خبراتها السابقة، هي دي الفرق يعني. لو انت تبتدي تفهم ده هتشوف تأثير الحيوات السابقة، كل اللي احنا عمالين نراجع فيه ونقول فيه مرات ومرات ومرات، كل ده بيوري لك ان تأثير الحيوات على الحيوات القادمة. كل ما انت هتدرس النهارده، كل ما انت هتتفوق النهارده، كل ما انت هتعمل الخير النهارده، كل ما انت هتكون انسان ممتاز مع الجميع النهارده، كل ما تنتقل الى الحياه القادمه بكل الايه الحقائب الجميله دي، بتاخد معاك التفوق، بتاخد معاك العلم، بتاخد معاك الذكاء، بتاخد معاك التعامل الحسن مع الجميع، ما عندكش كارما، واخد بالك؟ فما بتيجي تتولد في المستقبل بتتولد بكل هذا التفوق. كل ما انت تكون هنا شخص كسلان، شخص بتعمل اشياء خطأ، شخص بتقع في الادمان، تأكد ان حياتك القادمة هتبقى زفت، لاني بتتأثر بكل اللي انت بتجيبه معاك. هو ده اللي بيحدث بين انسان وانسان. يقول لك طب ليه فلان، وليه اخوه، وليه اخواته مش كده، ليه هو كده، ليه انسان بيحس ان هو مختلف في العيله نفسها، ليه العيله زفت، العيله بيكرهوه، العيله مختلفين عنه، طب ليه انا كويس، طب ليه انا صالح، طب ليه انا بعمل الخير، زي ما كان في واحده بتشرح لنا في اللقاء السابق، بتقول ليه اخواتي بيكرهوني، ليه انا ناجحه، وليه مسافر وبحاول اساعدهم وبعمل كل الخير مع ذلك بيكرهوني، ليه؟ لاني اعداء الماضي بينزلوا مع بعض. ده بتحدث كتير جدا جدا فوق ما تتخيل، لكن استمر انت في الخير، استمر في العطاء، هتفك الكارما دي، هما ينزلوا مع بعض يقرفوا بعض مرة أخرى، والإنسان الكويس ينطلق بدون المجموعة المتعقدة دي. أشكركم جزيلا، أرجو دايما اللايك والشير، تأكد إنك عامل سكريبشن والا وتفعل الجرس والا مش هينفع يعني، وحاولوا ننشر المواضيع دي عشان الناس تبتدي تفهم ان احنا نفس البشر، تفهم ان احنا على كوكب الارض مجموعه روحانيه، احنا ما بنجيش من فراغ، احنا مجموعه روحيه. يمكن احنا كان عندنا صراعات كبيره في الماضي، ولذلك تلاقي الصراعات بتيجي وبتيجي بننزل في نفس الصراعات، لذلك واحنا اذكياء بقى لازم نكسر الصراعات دي، نفهم ازاي نتعايش مع بعض في الكوكب الغريب ده، نحاول نتفاهم مع بعض، نعمل نظام سيستم جديد بحيث ان احنا نقدر نتعايش مع بعض بسلام، بمحبة، بأخوة، وهكذا، فنقدر ان احنا في المرة الجاية لما ننزل مع بعض تبقى الأرض مريحة جدا. لكن إحنا لو استمرينا بلاد عايزة تاخد حق بلاد أخرى ومش عارف إيه، واعتدي عليك وتعتدي عليا، وأنا اللي أحسن منك، وأنا مش عارف إيه، وأنت إرهابي، لا أنت زملكاوي، لا أنت كذا، وتبتدي
اهلاوي بتبتدي الخناق والعراك والصراعات حتى على مستوى الكوره، احنا بنتخانق حتى على مستوى الاخوه في نفس البيت بيتخانقوا، وكل الصراعات دي لازم ننزل عشان ايه نحلها. طالما احنا ما بنحلش الصراعات ومستمرين في الصراعات، تأكد الحياة اللي جاية هتكون نفس النسخة، لأنه نفس الناس، نفس النفسية، نفس الشخصيات، ما بتتغيرش، بينزلوا عندهم نفس الإيه المشاعر السلبية دي لحد ما تفهم، يا إما تفهم بالمحبة يا إما تفهم بالألم، وإلا هنفضل إحنا في صراعات وموت وقتل وهكذا 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 لحد ما المعاناة تخلينا عايزين نخرج من كوكب الأرض، واخد بالك؟ وبعدين نفهم يا راجل، طب يا لو احنا اتفقنا مع بعض هنعيش في جنة، ايه رأيك؟ طب تعالى اقعد كده، ايه رأيك؟ طب نعمل كده، طب نقسم كده، طب مش عارف ايه، لازم عملية التفاهم دي، واخد بالك؟ بحيث ان احنا ما نسيبش بلد اطفال بتموت من الجوع، ما نشوفش بلد كلها حروب، كلها جماعات إرهابية، كلها مش عارف إيه، الغباء ده، واخد بالك؟ ويقول لك لا طب إحنا إيه نعمل قنابل نووية، لا أنا أعمل أكتر منه، لا أنا هعمل 20 صاروخ، لا تبقى عامل أنا 100، ويبتدي الغباء ده بناخد الثروات المهمة جدا جدا والموارد بتاعة الكوكب الأرض وبنضيعها في الصراعات. يشوف درجة غباء الإنسان في أي قضية إحنا بنشوفها قدامنا، بتلاقي دايما فريقين معسكرين، معسكر بيدعم فريق ألف ومعسكر بيدعم فريق ب. طالما إن إحنا بندعم فريق ألف أو بندعم فريق ب، تأكد هيستمر الصراع. مرة واحدة لازم نقف ونقول مفيش حاجة اسمها دعم، لازم نقعد مع ألف وب ونشوف طريقة نتعايش بيها مع بعض، غير كده هنيجي في حيوات قادمة والصراع هيستمر. ممكن انت تتولد في بلدي وانا اتولد في بلدك، يعني ممكن الامريكاني يتولد في الصين والصيني يتولد في امريكا، يعني طالما ان انتوا عندكم نفس المخ، نفس موضوع الحروب ونفس موضوع الصراعات، هيفضل بالرغم ان انت بقيت صيني مش امريكاني، بالرغم ان انت بقيت امريكاني مش صيني، هيستمر نفس الصراع. الذكاء بتاعنا ان احنا نقف مرة واحدة، كان مرحلة واحدة، وتجارب الحيوات السابقة تؤثر على حياتنا الحالية، تجارب حياتنا الحالية ستؤثر على حياتنا المستقبلية. لو ما حليناش الموضوع هنستمر في الألم لحد ما نفهم، لو حلينا الموضوع حياتنا هتبقى فل حاليا ومستقبلا. هو دي الرسالة اللي أنا فهمتها من الأروحية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة. سلام سلام.